ريهان رشاد. ريهان 2015 كان عندك ذكرى يعني سيئة شوية، إصابة قوية، قعدتي كتير صح؟ 6 شهور. طيب ازاي قدرتي تعدي 6 شهور بدون ممارسة رياضة؟ طبعا كانت ايه، كانت الإصابة ايه بالظبط وازاي قدرت تعديها؟ كانت الإصابة قطع في عضلة خلفية في رجلي يمين من المنشأ، كان طوله حوالي 20 سنتي تقريبا. كان مخلي رجلي كان ما عنديش اي كنترول عليها، كنت بقعد بحط رجلي، كنت بحركها بايدي. حصلت كنت في بطولة في القاهرة، بطولة جمهورية، وبتزحلق على كوره قصيرة، فبتزحلق رجلي اليمين قدام الشمال ورا، الأرض كانت بتزحلق بزيادة فرجلي اتفتحت حوض على الآخر. كانت على أرض تراب حمراء. أرض تراب، فساعتها سمعت صوت تك 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 كده، خدوني على المستشفى على طول، رنين وعملت كل حاجة، طلع في نزيف داخلي وقطع من المنشأ. ساعتها فضلت بعكاز فترة كبيرة، ما كنتش بقدر امشي، يعني ما بقدرش امشي كتير، كنت بحس زي بكهربا كده في رجلي. في دكاترة كتير قالوا لي انا مش هلعب اساسا تاني. دكاترة قالوا لك مش هتلعبي تاني؟ مش هلعب. وكانوا مستنيين ان هي تلحم العضلة اللي اتقطعت، ولو ما كانتش اللحم الطبيعي كان ممكن عملية تتعمل. قعدت تقريبا 3 شهور مش بعرف احرك رجلي خالص. بعدين بدات مع العلاج الطبيعي ومدرب الفتنس ومدرب المنتل بتاعي، كان بياخدني كل يوم امشي شويه بعدين اريح، وكل يوم امشي حته اكبر، احاول امشي حته اكبر. هو مدرب المنتل بتاعي هو اللي ليه فضل، المدرب العقلي او مدرب النفس، هو كان مدرب المنتل والفتنس بتاعي. هو اللي كان ليه الفضل في ان انا اعرف ارجع تاني، لان هو اللي كان بيقول لي سيكون كامل الدكاتره احنا هنرجعك تاني. بس فضلت كده واحدة واحدة وعليك طبيعي، لحد ما مرة كنت بعمل أشعة العضلة لحمت بعد 5 شهور ونص حاجة كده. وكان قبل السكولرشيب على طول، لأن ده كان في 2015 وأنا سافرت شهر 1 2016 أمريكا. فضلت فترة لازم قبل ما ألعب لازم أسخن رجلي كويس قوي، علشان كنت بحس بيها بوجع فيها شوية. بس بعد سنتين دلوقتي بقت طبيعية خالص يعني. كويس. انا الفكرة كلها ان الاصابة بتتكلمي فيها دي بطلت لعيبة كتير، سواء في كرة القدم، في الاسكواش، في بطل كبير في الاسكواش بطل بسبب موضوع القطع في الخلفية ده. انت قلتي حاجة مهمة جدا، مدرب المنتل، مدرب العقلي او مدرب النفسي هو كان السبب في علاج الاصابة. يعني العلاج مش بيجي بدنيا اكتر ما بيجي عقليا للرياضه صح؟ لان كل الدكاتره كانت بتقعد تقول لي لا ده ممكن ما تعرفيش لعبي تاني، احنا هنحاول بس نرجع رجلك طبيعيه. وانا كل ده الكلام ده بيجي لي اكتئاب، ازاي مش هعرف العب تنس تاني. واو. هو كان بيقول لي سيبك من الكلام ده، وواحده واحده، وكان معايا كل يوم معايا، يحاول وندخل جيم بسيط احاول احرك رجلي. كنت فقدت العضله كلها، كانت فرق بين رجلي دي ورجلي دي ما فيهاش عضلة خالص، والتانية كانت كويسة. ورجعتي بعدها طبعا بعد استعادة الشفاء من الإصابة دي، انت رجعتي بعد كده لعبتي وخدتي، عملتي مستويات عالية جدا وعملتي بطولات في أمريكا صح؟ ده بعديها على طول لعبت بعديها آخر بطولة جمهورية لعبتها في مصر، كانت أيام شهر 12 2015 كانت نادي الجزيرة، وساعتها لعبت ماتش حلو قوي. انا فاكره كسبت واحده من التوب 10 في مصر. ده كان اول بطوله بعد الاصابه، وبعديها رحت مسافره امريكا شهر 1. كان ترتيبك على مصر 7 على ما اعتقد. 7 في ده اخر ترتيب. التصنيف المصري. تمام. طيب كنا بنتكلم عن صناعه البطل في التنس، عايزين روشتة كده، يعني ايه نقط لاعب ده محتاج 1 2 3 4 هنقدر نطلع بيه ليه انه يلعب جراند سلام، وانه يدخل على الاقل يعني في التوب 50 او في افضل 50 على العالم. ايه اللي نقدر نعمله او الروشتة لصناعه بطل تنس؟ هو التهيئ الجو اللي حواليه ده اهم حاجه، من اول البيت، الاكل اللي بياكله، نومه، طبعا التمرين مش اقل من 4 ساعات في اليوم.
تمام. في فترة الناشئين دي. كم واحدة تدريبية في اليوم تقريبا؟ ايه؟ كم واحدة تدريبية في اليوم وفي الأسبوع؟ كم واحدة؟ يعني كم ساعتين؟ أنا بقول ساعتين تنس كل يوم أساسي. تمام. وساعة فتنس. ساعة ريكفري. وفتنس غير الجيم. تمام. فتنس الفوت ورك بتاع الملعب غير ساعة الجيم. كويس. طبعا الأكل والاحتكاك. البطولات. والحاجة المهمة اللي أنت قلتيها اللي أنا دايما بأكد عليها. السايكولوجيكال أو المدرب المنتال. مدرب المنتال. العقلي. ده اللي بيقولك تعمل ايه في الملعب لما تكون تحت ضغط، لما تكون كسبان. في ناس كتير بتبقى كسبانه وما بتعرفش تقفل ماتشات. مظبوط. ده كله منتل. في ناس كتير بتبقى خسرانه وتلاقيهم بيعفروا وبيكسبوا. فالتنس كله منتل. فمدرب المنتل انا شايف انه بيلعب دور كبير قوي. المنتل والفتنس اكتر من التنس. يعني ده انا موضوع المنتل بالذات في الماتشات انا بشوفه في واحد زي جيكوفيتش بيبقى خسران مجموعتين وبيرجع يكسب الماتش تاني. جوكوفيتش من اكتر الناس اللي عندها ثبات نفسي. انا قلت فعلا. بتكلم في كده الماتش خلاص انتهى. يعني هو خسران مجموعتين وهو بدا يتعب كمان يستهلك بدنيا. وفجاه بلاقيه بيرجع ويكسب الثلاثه اللي بعديهم وياخد الماتش. جوكوفيتش لحد اخر بوينت مش هتبقى عارف هو هيكسب ولا هيخسر. ممكن يرجع. تمام. ده السبب في الكامباك ده بيبقى مين؟ المنت. تمام. حلو قوي. طيب نكمل على لاعب التنس اللي عايزين نطلع ابطال من مصر. الاحتكاك. تمام. واختيار البطولات لان مصر فيها بطولات كتيره جدا. في لما انا كنت بلعب في مصر كان في 30 بطوله في السنه. مش لازم ندخل 30 بطوله في السنه. تمام. في اهالي كتير بيقعدوا يزقوا اللعيبه تدخل كل بطوله تلاقي اللعيبه دي مشكله بتحصل في مصر اللعيبه بتتحرق بدري. بتكلم فيها الحلقه اللي فاتت. الناشئين عندنا والناشئات والشباب بيعملوا نتائج هائله جدا في مرحله الشباب والناشئين. الناشئين بيطلع كبار بيكون خلص إصابات. استهلك واتحرق زي ما بنقول. وانا حتى كنت بوجه رساله للمدربين بقول له ما ترضيش ولي الامر، ارضي العلم، علم التدريب. صح. واوصل باللاعب بتاعك لو على امد طويل توصل بيه ان يبقى بطل العالم في الكبار احسن ما ياخد ناشئين ويقعد في البيت بعد كده. صح. فدي نصيحة حلوة جدا من حضرتك. يعني دي مشكلة تلاقي لعيبة كتير في مصر عندهم 14 16 سنة وعندهم إصابات جامدة. كلهم لابسين ركب أنكل، تلاقي إصابات جامدة في سن صغير فبيبقى اوريدي هو نص كفاءة. طبعا ما بيقدرش يكمل. طبعا. فاختيار البطولات دي المدرب المفروض هو اللي يحدد يقول البطولة دي تدخلها. لأن الأهالي ساعات بتبقى هي محتاجه حد يقول لها. لان لو سبت الاهالي هو الاهالي او ولي الامر كمان حتى اللي ابنه بيلعب رياضه محتاج دكتور منتال، محتاج دكتور عقلي علشان يقول له لا اهدى شويه على الولد. انا بكلمك حتى كولي امر، انا بقول الكلام ده وبنصح بيه. وساعات لما ابني بيدخل التدريب ببقى عايزه يعمل احسن حاجه في وقته قصير. وده برجع تاني اقول لا غلط، سيبه ياخد وقته. ده طبعا رساله لاولياء الامور، ما تستعجلش. لو ابنك موهوب ما تستعجلش عليه عشان ما تذبحوش، خليه يكمل علشان يقدر يكمل و يبقى بطل لما يكبر، لما يكون في مرحله الكبار. بالظبط. تمام. يعني تحديد عدد البطولات في السنه، مش كل البطولات لازم تلعبها. مش كل البطولات لازم تلعبها، لان في فتره انت محتاج تتمرن برضه، تاخد بطوله ورا بطوله ورا بطوله. فين التمرين؟ طبعا. محتاج ريكفري على الاقل حتى ترجع تعمل استعاده شفاء ما بين كل بطوله وبطوله. بالظبط. لان بطولات في التنس لو انت وصلت فاينل في بطوله هتلاقي البطوله اللي بعديها لضمت فيها. مظبوط. مش هتريح. ده بشوفه في بطولات الجراند سلام. يعني بلاقي مثلا يو اس اوبن بعدها ويمبلدون بفتره صغيره جدا. واللي يجيب اول هنا بلاقيه لما يشترك في البطوله اللي بعديها ممكن يخسر من اول راوند، من اول دور. ففي ناس كتير تقول لي ايه ده كان هو صاحب اللقب في البطوله اللي لسه من اسبوعين، ازاي يخسر؟ فده عايزين نوضحه للناس من خلال ازاي اللاعب بيوصل للتوب فورم ولازم بعدها بينزل مستواه، بينزل شويه، بينزل مرحله الانتقاليه. تمام. ده اللي بيتعرض ليه ناشئيننا في مصر. بالظبط. بيتحرقوا بدري، ومدربين كتير بتبقى عارفه الموضوع ده، ان اللعيبه بتتحرق بدري في مصر. حلها انك ما تلعبش كل، ما تفضلش تلعب بطولات كل اسبوع. مفيش حد بيلعب بطولات كل اسبوع. هي المشكله، انا هقول لك المشكله فين. المشكله في ماما وطنط فلانه ابنها لعب البطولة اللي فاتت وكسب، انا عايزك تكسب انت البطولة اللي جاية والبطولة اللي بعدها ودي مشكلة كبيرة بشوفها حتى في الامور في العاب كتير. الضغط ده ان انا عايزة ابني هو اللي، او عايزة بنتي هي اللي تاخد بطولات السنة كلها. ايوه.
دول مش مكان، دول بني ادمين، جسم دم ولحم محتاج يرتاح صح. تلاقي الاهالي واقفين بقى بيزعقوا للعيبه. اه بشوف اهالي نبعدهم عن الملاعب بس. هو طبعا اولياء الامور سيبوا الاولاد ياخدوا فرصتهم وسيبوهم يتمرنوا، ما تضغطوش عليهم نفسيا، كفايه دراسه يعني، كفايه الدراسه كمان ضغط الدراسه كمان. طيب احنا كنا بنتكلم عن ماريا شاراباوفا. دي مثلك الاعلى. ازاي شفت فيها مثل اعلى ليكي؟ طول عمري وانا صغيره كنت بحب طريقه لعبها، وكنت بلعب ستايل لعبي كان شبهها. تمام. كان في حكام كتير في مصر يقولوا انت شاراباوفا مصر. وعلى فكره فيكي شبه منها برضو يعني. بجد؟ اه. لا بس انا كنت بحب ستايلها في اللعب. كانت برضو عندها ثبات نفسي في الملعب. الحاجات دي كنت وانا صغيره مهووسه بيها، كنت بلبس لبسها والعب زيها وامشي مشيتها في الملعب. طيب شاراباوفا عملت كام جراند سلام؟ شاراباوفا عملت اربعه. ايوه كده صح. كده صح كده، يبقى انت ماسك الاعلى في البنات هو اللي انت متمسكه بيها. نسيبنا من